بسم الله الرحمن الرحيم، أجيب عن تدريبات المبحث السادس من مباحث تصريف الأسماء، وهو مبحث مصغر. قال: صغر الكلمات الآتية وفق الخطوات التي تعلمتها. جعفر، نقول في تصغيره جعيفر، نقول في تصغيره جعيفر. نحن ماذا صنعنا هنا؟ إذن جعيفر، ماذا صنعنا؟ هذا رباعي، فضممنا الأول، فتحنا الثاني، أضفنا ياء التصغير وكسرنا ما بعدها لأنه رباعي. سهم، نقول في تصغيره سهيم. أيضا ماذا صنعنا؟ هذا ثلاثي، ضممنا الأول وفتحنا الثاني وأضفنا ياء التصغير. مصباح، مصيبيح، مصيبيح. ماذا صنعنا؟ ضممنا الأول وفتحنا الثاني. الكلمة ها هنا على خمسة أحرف، وقبل الأخير حرف مد كما تلاحظون، قبل الأخير حرف مد. فماذا صنعنا؟ ضممنا الأول وفتحنا الثاني ثم أضفنا ياء التصغير، ولأنه على أكثر من ثلاثة كسرنا ما بعد ياء التصغير. لاحظوا، ولما انكسر ما بعد ياء التصغير وهو الباء، بعد الباء ألف، هل يمكن أن يكون عندنا ألف وقبلها كسرة؟ لا، ستتحول الألف إلى ياء. مصيبيح. منديل، نقول في تصغيره منيديل، منيديل، منيديل. أيضا منديل على خمسة أحرف، وقبل الأخير حرف مد. فلاحظوا، ضممنا الأول فتحنا الثاني أضفنا ياء التصغير، ولأن الكلمة على أكثر من ثلاثة أحرف كسرنا ما بعد ياء التصغير وهو الدال، وبعده ياء، وافق شن طبقها، لا إشكال في ذلك. نعم، قرنفل، لاحظوا هذا اسم خماسي مجرد على خمسة أحرف. ننظر هل قبل الأخير حرف مد؟ لا. فماذا نصنع؟ الآن ترون، سنقول قرينف، قرينف، قرينف. نعم، لاحظوا، ضممنا الأول فتحنا الثاني أضفنا ياء التصغير ساكنة ثالثة وكسرنا ما بعدها وهو النون. قرينف. أين اللام؟ مع أنها حرف أصلي سقطت في التصغير، لأن الاسم ها هنا ليس الحرف الأخير، ها هنا ليس قبله حرف مد. لو كان قبله حرف مد لانقلب حرف المد ياء وبقي الحرف الخامس، لكن لأن الحرف الذي قبله ليس حرف مد فقد اضطررنا إلى الحذف، والحذف من الأواخر أولى، الحذف من الأواخر أولى، والمسألة فيها تطويل، لكن هذا ما يكفينا في هذا المختصر. إذن قرينف، قرنفل، قرينف. قرنفل خماسي مجرد، والعرب تستكره هذه الصيغة لأن الأصول كثيرة، فهي صيغة ثقيلة تخالف خفة العربية، ولذلك يتصرفون في الخماسي بثقل. فلاحظوا، يحذفون حين التصغير وحين التكسير، يقولون قرينف وقرانف. برزخ، نقول في تصغيره بريزخ، بريزخ. أيضا هذا اسم رباعي، ضممنا الأول فتحنا الثاني أضفنا ياء التصغير ساكنة ثالثة وكسرنا ما بعد ياء التصغير وهو الزاي، بريزخ. نعم، جمل اسم ثلاثي تصغيره على فعيل، نقول جميل، نقول في تصغيره جميل. جحمرش، نقول في تصغيره، لاحظوا الآن، جحمرش هو المرأة العجوز على خمسة أحرف أصول، فالآن سنصغره على فعيل، خمسة أحرف أصول وليس قبل الأخير حرف مد، فسنضطر إلى حذف الشين في التصغير، فنقول في تصغيره جحيمر، جحيمر. تمام. كاذب على أربعة أحرف، أيضا نصغره على فعيل، فنقول ك. الآن بعد الكاف ألف، هل تبقى الألف وقد ضم ما قبلها؟ لا، تنقلب إلى واو مفتوحة بضم الأول وفتح الثاني. نعم، ثم إضافة ياء التصغير، ثم الذال تكون مكسورة بعد ياء التصغير،
كويذب كاذب كويذب، هكذا نصنع. السؤال الثاني، اذكر مكبر الكلمات الآتية: حويمد. إذن حويمد هذه هي الكلمة الأولى، عفوا حويمد نقول فيها مكبرها حامد. لاحظوا ما الذي جرى حين التصغير، الواو الألف انقلبت إلى واو لانضمام ما قبلها ولضرورة فتحها، حويمد. نعم، الآن محيمد، محيمد محيميد عفوا، مكبره محمود. لاحظوا كيف وصلنا إلى محيميد، نضم الأول مو، نفتح الثاني محا، نأتي بياء التصغير محي، نكسر ما بعد ياء التصغير وهو الميم محيمي، الواو ستصبح ياء، محيميد محمود محيميد. نعم، أحيمد أحيمد ما مكبرها أحمد، أمرها يسير، أحمد رباعي على فعيعل أحيمد. نعم، حميد حميد تصغير تصغير حمد، حميد تصغير حمد، إذا حمد مصغره حميد. حميميد حميميد حميميد، نعم تصغير حماد حماد. لاحظوا الآن حماد نضم الأول حم، نفتح الميم، عندنا ميمان ها هنا حما، نأتي بالميم نأتي بياء التصغير حمي، ثم نأتي بالميم التي بعدها مكسورة حميمي، ثم الألف ستنقلب ياء لأن قبلها كسرة حميميد حماد حميميد. لاحظوا هذه التصرفات العجيبة في الكلمة من جذر واحد، من جذر واحد، انظر اختلاف الصياغ واختلاف قوانين التصغير واتساع العربية في ذلك. حميميد، طيب محيمد، نعم محيمد مكبره محمد. كيف وصلنا إلى محيمد؟ انظر بضم الأول وفتح الثاني محا والإتيان بها تصغير محي، ثم عندنا ميمان فلا بد من الاستغناء عن إحداهما فنقول محيمد محمد محيمد، لأنه لا يمكن أن نأتي بالميمين بعد ياء التصغير هكذا، لا بد من الإتيان بواحدة منهما ساكنة محيمد. نعم، الآن حميد، نعم إذا بقي عندنا كلمة حميد هي تصغير حميد، حميد انظروا حميد كيف وصلنا إلى حميد، بضم الأول وفتح الثاني حما وإضافة ياء التصغير حمي، ثم لاحظوا نأتي بالياء هذه حميد، نعم يأتي نأتي بالياء هذه ياء حما حميد، إذا حميد ضم الأول فتح الثاني نأتي بياء التصغير حمي، نكسر الياء التي بعدها حميد ويكون الإدغام الصغير. لاحظوا هذا تصغير أصلي، لكن عندنا طريقة أخرى في التصغير سماها الصرفيون تصغير الترخيم، فيمكن أن نصغر هذه الصيغة كلها بصيغة واحدة، وهي أن نحذف الزوائد من كل هذه الكلمات، من محمود وحامد وأحمد وحماد ومحمد وحميد، نحذف الزوائد فتصبح حمد ونصغرها فتكون على حميد، وهذا ما يسمى بتصغير الترخيم. أكتفي بهذا القدر والحمد لله.